خلينا نوجه له رسالة بركي بيفهم الرسالة، وإذا ما فهم الرسالة بنوجه له رسائل أخرى. هذا اتهام باطل. بهذه العبارة وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاتهامات الموجهة له ولفريقه السياسي المتعلقة بالملف الرئاسي، موجها اللوم نحو الفريق الآخر ومصوبا نحو رئيس الجمهورية السابق من دون ذكر اسمه بشكل مباشر. فماذا كشف جعجع؟ وفي التفاصيل، أكد جعجع أن أمنيته هذه السنة هي أن يتمكن مجلس النواب في أسرع وقت ممكن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويكون رئيساً فعلياً للجمهورية، لا شخصاً جل ما فيه أن يطلق عليه فقط لقب الرئيس، مصوباً نحو الرئيس السابق من دون ذكر اسمه قائلاً: كان لدينا رئيس مماثل في السنوات الستة المنصرمة ورأينا أين وصلنا. وعما إذا كان من بين أمنياته أن يكون هو رئيساً للجمهورية؟ أوضح جعجع في حديث عبر أثير إذاعة لبنان الحر قائلاً: لا، ليس بالضرورة أبداً، فالإنسان إما يشعر منذ ولادته أنه رئيس الجمهورية أينما كان وفي أي وقت يشغله، أو أنه لو سكن قصر بعبدة لقرنين من الزمن كما جرى مع البعض لن يكون في أي يوم من الأيام رئيساً للجمهورية. وحول اتهامه بأنه يعطل الاستحقاق الرئاسي ويتمسك بشكل قوي بترشيح النائب ميشيل معوض، شدد جعجع على أن هذا اتهام باطل، لأن مهمتنا في انتخاب الرئيس هي حضور جميع جلسات الانتخاب والتصويت لصالح مرشحنا، ونحن نقوم بذلك، وهذه النظرية غير صحيحة. مصوبا نحو الفريق الآخر قائلا: فريق محور الممانعة هو من يعطل هذا الاستحقاق ويعطل جميع الجلسات علنيا أمام الكاميرات وأعين جميع المواطنين. وعما إذا كان شعار لرئيس قريب من حزب الله هو قرار نهائي بالنسبة للقوات اللبنانية وستقوم بالتمسك به في العام المقبل، قال جعجع: أكيد، وهذا القرار ليس ضيق قطعين، وإنما ممارسة حزب الله وجماعته في السلطة، فقد أصبحنا جميعاً على علم بكيفية إدارتهم للأمور من خلال العهد السابق. وعن رأيه بالتواصل ما بين التقدم الاشتراكي والتيار الوطني الحر أجاب جعجع: تي أند سيمباثي. وعما إذا كان هذا الحوار يقلق القوات اللبنانية، لفت إلى أنه لا يقلقنا أبداً، إذ ما تمكنوا من الوصول إلى أي نتيجة فهذا أمر جيد، إلا أنني أعتقد أنه مضيع للوقت في الوقت الضائع. الوقت الحاضر هو انتخابات رئاسة الجمهورية. أنا إذا بدي لخص جولة الأفق اللبنانية مع السفير بلخصها كما يلي: أولاً، لبنان ما عنده أي خلاص قد ما نفكر إلا بعمقه العربي.